محمد حراق موظف بجامعة الحضرية بتونس. سي محمد حراق. نعم. عبد الرحيم الحياني موظف بجامعة فاس ومنسق لجنة التنسيق والمتابعة لجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي جامعة فاس ومشوار فاس جديد. نعم سي محمد مرحبا بكم عند فاس نيوز ميديا. جيت قلت عندكم شي مستجدات بخصوص ما يقع بالجمعية. ما هو الجديد؟ الجديد في ملف جمعية الأعمال الاجتماعية الموظفين في الجامعة الحضرية لفاس وبلاد المشوار هو أنه أولا كان جيد قضائي، كان جوج دعوة قضائية، دعوة لمحكمة السنة في قسم جرائم الأموال، ودعوة للمجلس الأعلى للحسابات، والأسبوع المقبل غتكون دعوة إدارية. المسألة أخرى هو الجديد هو أنه من بعد التفاعلات ومن بعد الانتشار القضية ديالنا في الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية، كان لقاء كان لنا لقاء مع المجلس الجماعي في شخص السي سعيد الحميدة النائب الأول الرئيس والسي محيط والسيدة نادية القنصوري، واللي تفاعلوا إيجابا مع المطالب ديال التنسيق والمتابعة أن الجمعية ترجع للنصاب ديالها وتم التحرير ديالها وترجع للموظف الجماعي وتقدم الخدمات الجليله للموظف الجماعي اللي ما قدمتهاش طيله اكثر من عقد من الزمان، وباللي هذه الجمعيه كتمتع ولا عندها ارصده ماليه كثيره. تقدر حوالي يقال على انه غير في الرصيد البنكي ما يفوق 300 مليون سنتيم، إضافة للعقارات اللي تعد ربما بالمليارات، كاين عقارات في إفران وعقارات في موزار وعقارات في مدينة فاس، عقارات مبنية وأراضي عراء تجزئة سكنية. بالتالي هذه الجمعية ماشي جمعية عادية، هي جمعية لها الإمكانيات المادية إمكانيات هائلة. لذا نلتمس ونطالب السلطات المحليه في شخص السيد الوالي والسيد الباشا على انهم يتدخلوا بشكل عاجل لارجاع الامور الى نصابها، خصوصا وان الرئيس الحالي للجمعيه عنده حاله تنافي. السيد الباشا اين باشا تقصد؟ باشا اكدال منطقيا باشا اكدال، ولكن اتصلنا بالسي سعيد المكلف بالعمل الجمعوي في اكدال، فإذا بنا نتفاجأ أن الملف الجمعية غير متواجد أكدال، في الوقت اللي المقر الجمعية يتواجد على بعد 15 أمتار أو 20 مترا على مكتب السيد الباشا أكدال. نتفاجأ بأن الملف القانوني لا يتواجد في أكدال، وهنا نتساءل أين يتواجد الملف القانوني لهذا الناس هادو. ونطالب مازال ما عرفناش الملف القانوني فين كاين. عينا ما نقلبوا في مدينة فاس كلها، فما لقيناش الملف القانوني اللي حدا في الموضوع. لذا نطالب السيد الوالي على انه يتبع هذا الملف ويشوف هذا الملف القانوني ديال هذه الجمعية فين كاين، خصوصا ان مجموعة الاعضاء توفاو في المكتب الحالي، الرئيس عنده حالة تنافي، مجموعة اعضاء المجلس الاداري توفاو، نسمع ان الاغلبية الساحقة لا في المكتب ولا في المجلس الاداري هم مقاطعون لهذه الجمعية، السلوكات ديال الرئيس ديالها، والبعض القليل قليل 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 من الناس المقربين من الرئيس ويعيتون فسادا في البلاد والعباد. لذلك نطالب المحاسبة ديالهم. حنا مشينا معهم القضاء، ولكن في نفس الوقت نطالب السلطات المحلية سلطات الوسائل العمل الجماعي على انها تدخل في هذا المثال. شكرا جزيلا سي محمد. سي عبد الرحيم واش هناك جديد؟ بالنسبة للكلمة اللي قال سي محمد بالنسبة للملف القانوني للجمعية، كما كيعرف الجميع على ان هذه الجمعية كانت مهربة ولا زالت، يعني هاد الفئة الأقلية المسيطرة داخل الجامعة الحضرية كانت يعني تعتبر هذه الجمعية إرثا شخصيا، وتم تهريبها إلى جهة مجهولة في ظروف مجهولة. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر وهو أن الغبن الذي كان يحس به سكان مدينة فاس من التسيير الظالم في الفترة السابقة، كذلك إخوان الموظفين داخل الجماعة الحضرية يحسون بنفس الغبن في داخل جمعيتهم، لدرجة على أن الأعمال الاجتماعية يعني السوسيال ديال الموظف الجماعي خصو يوفر له مجموعة ديال الشروط يسيطر عليه
أقلية من الأشخاص وتم تهريبه وسرقته واختطافه. إحنا في لجنة التنسيق والمتابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية من خلال يعني أن ثلاث شهور من التواصل مع الموظفين ومن العمل التنظيمي النضالي ومن العمل الإعلامي ومن العمل القضائي إن هذه قضية عادية لو مشينا للقضاء نطالب جميع الموظفين بالانخراط إن هذه جمعيتهم ماشي ديال حتى شي واحد. ومن هذا المنبر أطالب رئيس الجمعية عبد العزيز العزابي على أنه ما قدم حتى شي حاجة لهذه الجمعية هذه. وهذا الموظف هذا يعني ضيعوا هذه 12 سنة على أنه يقدم استقالته على الأقل ويبعد من هذا الموظف هذا ويخلي هذا الموظف يعني يسير الجمعية دياله بما يتوافق مع المطالب الاجتماعية العادلة ديال هذا الموظف الجماعي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. قبل ما نقول السلام عليكم بغينا نعرفوا بعض المعطيات، علاش أنتم لا تشوفوا أن هناك فساد كبير داخل هذه الجمعية؟ علاش ما حاولتوش تدعيوا إلى جمع عام استثنائي؟ بالنسبة للمسار اللي عرفته هذه المبادرة هذه والكل يعرف يعني الكوارث المالية والاجتماعية اللي في قلب هذه الجمعية هذه، احنا اتصلنا بالموظف الجماعي في جميع المقاطعات وفي جميع الملحقات الإدارية وفي جميع المصالح الخارجية عبر عرائض موقعة، وحنا الآن تعدينا 600 توقيع من طرف جميع الموظفين. الموظف الجامعي موقع بالتوقيع ديالو وبالنيميرو تصون ديالو وبالرقم البطاقة التعريف ديالو وبالهاتف ديالو يدعو إلى جمع عام استثنائي. ولماذا لم يتم؟ رئيس الجمعية خلق واحد البدعة اللي هي واحد البدعة يعني ملعونة على أنه هو لا يعترف بالموظف الجماعي، هو يقول على أن هذه الجمعية ديال المنخرطين فقط، وكأن هذه المئات الملايين اللي كتدخل لهذه الجمعية كتعطى غير واحد العدد القليل الموظفين، مع أن الاسم ديال هذه الجمعية هي جمعية الموظفين وليس جمعية المنخرطين. نحن مع ذلك ورغم قانونهم الأساسي المعين مشينا لهم على الأعلام ذهبهم يعني على ديدنهم، وندعو جميع الموظفين في جميع المقاطعات في جميع الملحقات الإدارية على أن كاين واحد الباب كبير ديال الأعمال الاجتماعية مشدود عليكم خصكم تفتحوه، وحنا ابتداء من يوم الاثنين غادي نديرو زيارات يعني منظمة جميع المقاطعات والملحقات الإدارية من أجل الانخراط في جمعية الأعمال الاجتماعية التي هي ملكك أنت أيها الموظف الجماعي وليست ملكا للعزابي الذي هو متقاعد وفي حالة تنافي ولم يقدم شيئا للموظفين طيلة 12 سنة وأجرم في حقهم. هل تم الاستدعاء ديالهم بعد ما رفعتوا دعوى قضائية؟ نحن رفعنا دعوى قضائية جرائم الأموال الدعوى للمجلس الجهوي للحسابات، ولحد الآن لم يتم استدعاء رئيس الجمعية للتحقيق في الصفقات التي تم تفويتها من طرف الجمعية وللتحقيق في مالية الجمعية، خصوصا أن هذه الجمعية تتصرف في أموال كثيرة ومتعددة. ونحن نطرح هذا السؤال، لماذا لم يتم استدعاء رئيس الجمعية إلى الآن؟ ربما إجراءات يعني قضائية وإجراءات قانونية، ولكن ننتظر يعني في الأيام القليلة المقبلة أن يتم استدعاءه. نعم، في نظرك هل العزابي هل كان لوحده يستفيد الشيء اللي وقع كفساد في وسط الجمعية؟ من طبيعة الحال هو المستفيد الرئيسي الوحيد ولا الرئيسي؟ الرئيسي واحد نسبة قريبة ديال نقدروا نقولوا 60-70%، وفي الجانب ديالو بعض المتربصين بالجمعية هما الأمين المال والكاتب العام وبعض الزبانية اللي كتنتمي للهيئة السياسية نقابية معينة، وقصاو جميع الموظفين الآخرين سواء من الانتماء للجمعية أو من الاستفادة من خدمات الجمعية. فشخصيا أنا غير البارحة مشيت عند السيدة اللي مكلفة بالانخراط وقلت لها ودي أنا باغي نخاف في سنة 2016 بحكم أنني راني منخرط في 2014-2015، ولكن بطريقة يبغى نقولوا فيها واحد التقية عاد باش قدروا يعطوني الانخراط. 2016 مشيت للانخراط قالوا لي قالت لي راه ودي راه مازال لحدود الساعة ما فتحناش باب الانخراط، مع العلم ان المعطيات اللي كتوصلنا على ان امين المال ديالهم الكاتب العام ديالهم كيتصل بالموظفين سرا وكيقول لهم ودي راه خصكم تنخرطوا، والاغلبيه الساحقه بالموظفين رافضه تنخرط عند هاد الناس لانهم كيعرفوا انهم
لم يفعلوا شيئا خلال 12 سنة، فماذا يمكن أن يقدموا خلال أيام معدودة من الحياة ديالو؟ وسؤال جواب على سؤال ديال الجمعة عام الاستثنائي، فبالتأكيد نحن نسير نحو جمع عام الاستثنائي في الأسابيع القليلة القادمة لغاية ما توفر الشروط الموضوعية الذاتية، آنذاك سنعقد جمع عام الاستثنائي لاسترجاع الجمعية. كيف يمكن استرجاع الجمعية وأنتم ما عندكمش معلومات على أين يتواجد الملف القانوني الخاص بالجمعية؟ بالنسبة لهذا المسألة، هو عندنا احنا عندنا القانون الأساسي ديالهم ديال الجمعية، هو قانونهم الأساسي، هو يتعارض حتى مع قانون الحريات العامة في أشكاله المتطورة. شحال مدة المصلحية الصلاحية ديال الجمعية؟ الخطير في الأمر على أن الرئيس لا شرعي للجمعية، يعني المدة ديال الانتداب ديالو حددها في 7 سنوات، وعلى أن المجلس الإداري اللي هو برلمان الجمعية يجتمع كل 3 سنوات، يعني في تعارض صارخ مع دستور 2011 ومع ربط المسؤولية بالمحاسبة ومع جميع يعني الأعراف الدستورية اللي كتحدد يعني التنظيم ديال الجمعيات. بالنسبة للجمع العام الاستثنائي أستاذ، حنا في إطار الاجتماع اللي كان في 9 يناير 2016 بفندق بارسيلو، فتحنا يعني عملية الانخراط التضامني بين جميع الموظفين الجماعة الحضرية وبالمقاطعات ومشورفة جديد. هذه العملية ديال الانخراط يعني هما كيتخبعوا وراء القضية ديال الانخراط، وحنا كنعتبروا هذه جمعيتنا. ابتداء من يوم الاثنين الموظفين كلهم غادي ينخرطوا في الجمعية، وغادي نشكلوا يعني أغلبية داخل عدد المنخرطين ديال الجمعية، وغندعيو الجمعة الاستثنائي بالمنخرطين. وأنا يعني كنأكد لا الرئيس الجمعية ولا الكاتب العام في الجمعية ولا الأمين المال الجمعية الغير شرعيين على أن عودة الجمعية إلى حاضرة الموظفين وإلى حاضنتها الطبيعية اللي هي حق أصيل حق الموظفين هي مسألة محتومة، يعني هذا حق سيرجع إلى أصحابه. راه ما كاينش ضرة وحدة ديال الشك على أن الجمعية غتبقى عندهم في غضون 2 أو 3 أشهر أو 4 أشهر على الأكثر، يعني فليكونوا متأكدين من هذا الأمر لأن هذا حق وسوف يعود إن شاء الله سبحانه وتعالى. كلجنة تنسيق من أجل استعادة الجمعية للموظفين، فضلكم شنو زعما الموظف المعاناة ديالو، شنو هما الحوايج اللي تقترحوا أنكم تعطيوها للموظف؟ بالنسبة لك لا يخفى عليكم أن باش تنجح سواء الجهوية أو التنمية المحلية لا بد علينا أن نعيد الاعتبار للموظف الجماعي على أنه يكون كيعيش في واحد الظروف مريحة، وجمعية الأعمال الاجتماعية هي المخول على أنها تقوم بهذا الدور، بحيث أنه ممكن دير نادي للجمعية، ممكن دير مركب ترفيهي للجمعية، ممكن دير سكن اجتماعي للموظفين ديال 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 الجماعة الحضارية، فالجماعة الحضارية تتوفر على وجه. كل ما كاين دابا حاليا ما كاين حتى شي حاجة من هذا الشيء، جمعية فقط كتاخذ تقريبا 85 مليون سنتيم كمنحة غير من المجلس الجماعي وحده بلا المنح الأخرى. سنويا 85 مليون سنتيم، إضافة للكراءات ديال المرافق الجمعية والتفويتات اللي فوتت الجمعية من قبيل المقهى ديال الريكس المتواجد في وسط المدينة، المقاصف اللي كاين في المقاطعات، مسبح أكواليبي واللي فيه قاعة حفلات وكنعرفوا قاعة حفلات شحال كتكرى يوميا، هذه المداخل كلها لا ندري فين كيدو هاد الناس. إذن الجمعية ممكن تقدم خدمات جليلة للموظف الجماعي، ممكن تدير شراكة، حنا مازال ما عندناش جمعية واتصلوا بنا أحد المختبرات الطبية وقالنا بأنه ممكن أن أي موظف جماعي يجي عندنا ويدير تحاليل طبية سواء وطنية أو دولية بتخفيض ديال 30%. إذن إلى استرجعوا الجمعية لأكيد أن هذا التخفيض ممكن كجمعية تساهم 20% ولا تخفيض 50%. اتصل بنا أحد الأصدقاء اللي عنده واحد الجهه سكنيه في طريق صفرو، قال باننا ممكن نوفر لكم سكن شقق اقتصاديه للموظف الجماعي 500 شقه مقابل 16 مليون سنتيم فقط، مساحه 70 متر. اذا هذه الجمعيه راه ممكن تقدم خدمات جليله سواء بالموارد الذاتيه ديالها او بعقد شراكات في مجال السكن، مجال تعمير السكن، مجال الترفيه، الرياضه، الثقافه، التطبيق،
الصيدله الى عند هذه الجمعيه راه عندها من الامكانيات ما يمكن ان يكون لها اثر جد ايجابي على الحياه اليوميه ديال الموظف الجماعي وبالتالي على الساكنه ديال فاس. تقول لنا فعلا سقط سهوا واحد التعهد واحد الالتزام كنت تعهدت على نفسي امام رجال التنسيق وفي المواقع ديال التواصل ديال الاجتماعيه بيناتنا كموظفين. هذا الالتزام هو انني لا اسعى بالبت المطلق لرئاسه الجمعيه، هذا هو الالتزام الاول. الالتزام الثاني كالتزم مع جميع الموظفين الجماعه الحضريه لفاس وبلديه المشوار انني ساكون اخر المستفيدين من جميع الخدمات اللي كتقدمها هذه الجمعيه. انا فقط غنحاول ممكن نجيب مبتسمات الموظف الجماعي وساكون اخر المستفيدين من هذه الخدمات. وتحيه لك. انا كذلك ارتباطا يذكر كمنسق ديال اللجنه لست طرفا في الرئاسه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لما فيه مصلحه الموظف الجماعي. نعم شكرا جزيلا.